السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكل الاصل ديالهم في معنا هشام او واحد هشام طلبوا من الاصل ديالهم يجوا للدرجات ما عم يعايروا بزاف ونسبوا بزاف. طلبوا من الشيخ يكمل معنا الموسم ان شاء الله. يعني انتم كلاعبين راكم مرتاحين مع الشيخ؟ حنا رانا مع الشيخ. شنو تقول الانصار الاوفياء؟ شنو نقول منهم؟ نقول لهم اوفياء، نقول لهم يصبروا علينا، هذه ايكيب جديده كلهم يرام يتاحي تاعهم في المنصر، يصبروا عليهم. نشكر هذو الانصار اللي جاوا يتصالحوا مع المدرب والله يعطيهم الصحه، ونشكروا بزاف ثاني المدرب بزاف على العمل اللي راه يقوم به. الله يعطيه الصحه وبارك الله فيكم ثاني نتوما الشعب، زيدوا عاونونا ان شاء الله. صافي بليزير اللي ولا معنا الشيخ الحاجه الاولى كاع اليوم باسكو سي فري ما قبلناهاش، حنا فرحانين ومن بعد رحنا الفرحه راحت، رجعنا خسرنا خاسرين تاجنا رابحين الحمد لله. هذو اللي طايحوا وباينين باللي ما مشتاغين مزال باينين عند الله وين غادي نقولها لهم. لي بريسيبور ديال دبي صبر عليكم، هذه هي باسكو حنا شكون قال دقيقه تيري ماركو دوك هاد شغل هذا اللي سب ربح غير لعيب دقيقه تيري ماركين، هذا اللي يبغي غير لي ريزولطات تما ما يعرفش فوتبول، هذا يعرف غير ريزولطات. دروك حنا الحمد لله بدا معنا الشيخ بدينا ايكيب تاع بلا كثرش عليك، حنا كي بدينا في ديبي سيزون كنا نقولوا هذه ايكيب تاع مانت هي ويا ربي الله معليش السنا رانا ناكلوا كبار ديجا دي زيكيب اللي ربحناهم كاع يلعبوا مليح. لا راه المشكل ديجا مع اللي ما عرفوش يلعبوا مالاش نعرفوا يلعبوا، ومع اللي يعرفوا يلعبوا نعرفوا البروبليم هذا كور مديا طواب الحمد لله يا ربي ان شاء الله مديا طواب مديا ان شاء الله. عطينا كلمه للانصار وللشيخ بن يلس العوده. السلام عليكم. جو بونس كو الشيخ بن يلس بون بروفاي تاع راه باين راه باللي كما يقول لك سي ديال جروب سعودي، الحمد لله الريزلت راه تمشي، الفريق راه في بلاصه مليحه ان شاء الله، خلوا لا كونتينياسيون هذه تكمل وكل لي سيبورتر ان شاء الله يوقفوا معنا باسكو حنا نحوسوا لي سيبورتر اللي يزيدوا البلوس في ليكيب باسكو عندنا ايكيب شاب ان شاء الله يعاونونا ونحاولوا نوصلوا للماكسيموم ان شاء الله. اصيل المانتي على بكري ونسيو من تما نعاود نفوزوا لبرايو. شكرا يا سلام. عطينا كلمه مسيو مزالي على الشيخ. السلام عليكم. الحمد لله ربي وفقنا وربحنا هذا الماتش، وين كان عندنا بريسيون كبيره وين الشعب ما وقفش معنا هذا الماتش، نقولها بصراحه وين خلو ماشي هكذا نتعاملوا مع لي ماتش كيما هكا، نورمالمون تعاونونا باسكو رانا ايكيب جديده ما لعبنا بزاف ما لعبناش كيف كيف، ولازم توقفوا معنا ماشي هكا. واش تقول الشيخ بن يلس؟ والشيخ راك معانا و يعني ورانا معاك. تفضل. طيب نقول لك صافي بليزير اليوم اللي جيتو هنا عند الشيخ وكاع عطردوا له مورا كيما يقول لك، وما نسوش بلي الشيخ خدم خدمه كبيره خاطش واحد اخر اونترينا في البديه ما يجيش البديه اللي بديناها حنايا، الحمد لله ربي راه موفقنا وان شاء الله نطلبوا منكم تعاونونا تكونوا كونتر الناس اللي ما يبغوش ليكيب هذه ان شاء الله. الله يبارك فيك. صح طيب. شكرا.